اخوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحيي جميع المغاربه اينما كانوا ووجدوا داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصه المتتبعين ديالنا الكرام. اليوم طلبوا مني بعض الاصدقاء، قالوا لي عمل نعاود واحد الجريمه ديال القتل اللي مشاو الضحيه ديالها ثلاثه ديال النساء اللي سميت بجريمه برانس. خلونا ندخلوا في الحاتيه ديال هذه الجريمه هذه ونعاودوا عليها بالتفصيل. بحال دائما عاوتاني بارطاجيو توصل المعلومه، وتكون على زر الاشتراك والابوني وبارطاجيو واللايك ودعموا هذا القناه، القناه ديالكم وبارطاجي. هذه الجريمه هذه اللي وقعت في اواخر السنه 2010، واللي ارتكب هذه الجريمه هذه واحد الشاب، هو كان خلاف النوالد ديال اواخر الثمانينات، يعني اللي ارتكب هذه الجريمه هذه كان في العمر ديالو 24 سنه او 25 سنه. ولكن بعض الاحيان اخوتي كيوقعوا بعض الجرائم، وديك الجرائم خطير وبشع عند بزاف، ولكن الانسان اللي ارتكب هذه الجريمه هذه ملي كتشوفو كتجبرو ماشي شي واحد مجرم او لو شي واحد مثلا اللي هو يعني داخل الاجرام، واحد الانسان كنقولو حنايا كبر وصليب وكدا وكيعمل وكيجريسي وكيدرا داخل الاجرام. اكثر الجرائم اللي هي القتل اللي وقعت كبيره بزاف كيجبر الجاني اللي او المجرم اللي قام بهذه الجريمه هذه انسان عادي، الاسم اللي دفعاتو يعمل هذه الجريمه هذه كتختلف. القصة ديال الجريمة هادي في الأواخر ديال سنة 2010 اهتزت مدينة طنجة على خبر مؤلم، وهو جريمة قتل راح ضحيتها ثلاثة ديال النساء. وهذه الجريمة هادي كيفاش هي القصة ديالها؟ هذا واحد الديواني عندو بنتو عندو مراتو، عندو واحد الدار، دار سفلي وفوقي وسفلي كراج وكدا وفوقي دار كبيرة وكدا، والإنسان فايتان ديواني وخدام على راسو بخير الأمور ميسرة وبخير. ملي وقعت هاد الجريمة هادي واحد النهار صحات مراتو مقتولة وبنتو، وعاد واحد الجارة عاد الصديقة ديال الزوجة ديالو كانت حاضرة ديك النهار، حتى هي فاش ضحية حتى هي تخزلت. ملي سمع من هادي قال لك واحد الديواني راه تقتلت مراتو وكدا وهادي وداكشي انتشر، شنو بدا كيقول الانسان؟ دائما التأويلات كتسبق، كل واحد كلشي كيبقى يسبق الاحداث، ما كيخرجش حتى الشرطة تما البحث ديالها وداكشي بالسرية وتكون البحث على المجرم باش ما تهربش، يعني البحث في القضية لا، كتبقى التأويلات من هنا ومن هنا والاقوال من هنا، واحد الضجة كلشي كل واحد باش كيغني. يقول لك العصابة إجرامية جات انتقمت منه، شبرت له الرموكة، رموكة ديال الحشيش كدا وجاو انتقموا منه. شي كيقول لك لا هو بيدو عنده يد مع العصابات كدا ما عرفش شنو كدا، من هاديك تلقيه يهضر كل واحد باش كيغني. راه كيقول لك لا هذا هاد شي عصابة دخلت تسرق والسلام سرقت وعملت وفعلت، ولكن البوليس عامل الشغل ديالهم كيبحثوا الأمور ديالهم. أنا بحال كنقول لكم دائما حنا الشرطة ديالنا ذكية وذكية جدا، كتعرف تعمل الشغل ديالها وتعرف تخدم. مع الأسف واخا ديك بلاد الأقوال والإشاعات والعذرات من هنا شي كيقول من هنا شي كيهضر من هنا، وهذاك مع ذلك ما كيديوش ديك الكلام كامل اللي شغلهم كيعرفوه. المهم كيفاش هاد القضية هادي؟ وليد بقى كيبحثو كيفاش القضية، كيفاش الإنسان ديواني نسى تقتلو، كيفاش هادي شي شي تحت العلامة ديال السرقة ما كايناش في الدار، يعني الإنسان إذا كان دخل مثلا شي واحد سرقة ولا هادي حسب الحاجة تسرقات، وربما تجبر ماريو مهرس ولا شي كافورتي مهرسة ولا تجبر مثلا سامسوني قدام ما كاين، تجبر تسمى العلامة ديال السرقة. أما هادي ما كاينش العلامة السرقة ما كايناش مرة، كاينش العلامة السرقة، يعني شي حاجة كأن شي داعية للإنتقام، يعني داخل الإنتقام، البوليس عرفوا أن تما إنتقام، ولكن شكون إنتقم؟ واش بصح ديك شي عصابة تنتقم في الديواني مثلا؟ المهم الشرطة كتعمل البحث ديالها، ورجال الشرطة الأذكياء كيعملو الشغل ديالو في الخفاء وكيبحثو، وعاد الجريمة بحال أن كان فيها شي لغز،
اللي اللغز فيها. المهم هذه الجنازه في المقابر كيدفنوا الجثات وهادي. المهم واحد الشرطي كيلاحظ واحد الولد واحد الشاب يعني يمكن هنا ويجري هنايا ويمشي عند هذا يهضر هذه يعطيني هذه وكذا كان شي واحد من العائله كانه شي فرد من العائله. سقسام بعد الحاضر تما اللي كيعاني من اللي هو من العائله قالوا له هذيك راه واش من العائله؟ قال لا حقا غير كيجي ضايف غير كيجي هيدا من الدار والسلام وكذا هيداك. وعاد شني لاحظ في يدو عنده واحد يعني حاجه قلب بين دمه وهي على يدو يعني بحال يدو وتخد معاه يعني بالهضره قال زعما هذيك لاباس يديك داخل ولا شي كذا شي هيدا قال له شنو من العائله؟ قال له انا من العائله ديال الجريمه هذه حنا العائله ديالهم وهذه كذا ودخلوا في الشك. وين كيما شرطي بدا ندخل المهم عندي عندك انا ما بغيتش ندخل في امور البوليس كنخلي امور البوليس بوحدي تما ما بغيتش نقول البوليس قالوا له هو قال له كنخلي داكشي للبوليس بوحدي كنهضر لك انا على مجمل ديال الجريمه كيفاش. المهم دخلوا في الشك دواء شافوا له يدو جبروا يدو هذاك راه مجروح بالموت مقطع تا هو مضروب صافي عرفوا دخلوا معاه الشغل ديالهم. المهم عرفوا انه هو صاحب الجريمه المتهم المجرم اللي قتل هو هذا. صافي تلقى القب فتشوا له على الحوايج اللي كان فيه بدا فين هما والوسيله اللي قام بها يعني الموت اللي ذبح بها واللي قتل بها فين هو. المهم داكشي كامل جمعه فيما سيبهم ولا خبهم مشاو جابوهم وداو داو الحبس. صافي تكتبت الصحافه تكتبت التقارير تكتبت كل شيء. قال شني قال لك ها اللي قتل فين هو حقيقه ها هو شني علاش قتل؟ قال لك حقا طلع كان في الدار وطلع من فوق يسرق وفطنت بها المراه ومني طلعت حصلاتو كيسرق وقتلها من اللي بنتها بسرعه صدعت تطلل قتلها حتى هي ملي طلعت المراه قتلها حتى هي. وهي الجريمه ماشي قصه ماشي هي قصه ماشي هي القصه الحقيقيه اللي خصو يعرفها بزاف ديال الناس يردوا البال ديالهم فيها. هذه هي اللي نقول خصك تاخذ الدرس ولا العبره من هذه القصه هذه. شنو هو بزاف ديال الاخطاء كيقول حتى ارتكابها حنا بيدنا كنرتكبوا بلا ما كنفطنوا كندخل عندنا الدار شي واحد اللي ما حتى شي علاقه عنده بالدار بالاسره ولا هادي كتبقى الانسان مجوز مراته وليداتو كيدخل شي واحد عائله من عائله حتى واحد ماشي من عائله من عائله كتدخلو ولد عمو ولا ولد حبيبو ولا ما عرفش شكون هو ولد عمو ولا كدا كيخدم في طنجه قلبيتو عندك يبقى عندك اليوم غدا اليوم غدا فهمتيني. من بعد كترتكشي كيتطور كيوصل انسان شي حاجه اللي هي غريبه وغريبه جدا دائما كيوقع لنا هذه المسائل الحريقه كتدخل شي عنصر اخر غريب عندك من الدار وخا من عائله ولا من غير عائله. شحال من واحد دخل خان تزوج وليداتو كدا ودخل خان عاد كيبات معاه في الدار كيخدم كيجي من الاخر ارتكب جرائم وهادي خا ماشي عادي. هذا هو المشكل والقصه هاد القصه هادي هو كيفاش عامله هاد الوداد اللي قتل لي هاد المجرم اللي عمل هاد الجريمه هادي. يماه كانت صاحب صد مرا الديواني صاحب صد عندها علاقه قديمه كيعرفوا بعضيتهم ملي كان هاد العائله هذا كان باقي صغير كان باقي في عمرو عام يعني ما ربما قبل ما يخلق يماه صاحب هاد المرض الديواني كتجي عندها للدار كتعاونها هادي ماشي زعما خدامه مولاي كتجي عندها وتعاونها تحتاج شي حاجه كيفاش هو عطيتو وتعاونها بحال اختها يعني بحال صاحب صاحب هادي. ومرض الديواني ما كتقصرش معاها وتعاود لكم ماشي عارف كاين حاجه ودبر عليا لان هي ميسرة اخرى نسال قبل الحال. هادي هي العلاقه مرة تعيط لها تجي عندها مرة تسرد موراها تجي عندها تجلس معاها يعملوا العشيه ياكلوا يضحكوا وتمشي في حالهم. بعد ما يكون عندها شي شغل في الدار تخمل باش تعيط لها قلت لها ما اولاها هي تخمل هي هذه يعني بحال شي عائله يعرفوا بعضيتهم. وهذه العائله اللي ارتكبت جريمه يعني من صغره متعود كيدخل يخرج داك الدار من الصغر ديالو. ملي هاد المرا الديواني عاوتاني جاب الله الهويله عاوتاني عطا ربي الهويله وتهي حتى ما تربط مع هاد العائله الاخرى مع بعضيتهم يلعبوا مع بعضيتهم شي نادي مشي نادي مره كيبغيو يحافظوا مع بعضيتهم امور دائما كأنها بحال شي عائله يعني. هاد العائله هذا ديك المره يعني هنا كتردد بزاف عند المرا الديواني دائما مره يعني من كثير من الايام كتجيب شي وتجيب شي وتجي لك الدار. هاد العائله هذا مثلا كيدخلوا يخرجوا لك الدار عادي كان الدار ديالهم كان عائلتهم كان احبابهم الدنيا هانيه ديك العائله كيلعب معاها وهادي. ولكن المشكل الانسان ملي كيكبر وخاص ملي كيبقى يفصل سن المراهقه وكيبقى يفطر الانسان كيبقى زعما يرد راسو دابا خصو مثلا بحال نقول مثلا خصو الحكم الذاتي بهذا المصطلح كيبقى يفرض الداس ديالو
ويبغي هو صافي راه خصو هو اللي كيحكم دابا ولدك يعرف قدشي خصو يخرج من السيطره ديال الوالدين يخرج من السيطره ديال المجتمع يخرج من السيطره اي حاجه هو عاد كيتحكم في راسو هذه هي المراقبه شي خطيره كيفكر صاحبو بدا كيفكر الافكار ديالو كيشوف ديك العائله كبير معاه بدا كيربي عليا الولد بدا كيربي عليه واحد العاطفه حتى صافي بدا كيقول عايشوج بها ما عقل عايشوج بها عايشوج بها تركزت له العقل ديالو كبير هذا عايشوج بها ساكت النهاري يوصل لواحد السن شي جوج بها جوج بها هي مع عقلو هم الناس يعني واخا يكون بالصعب معايا ما نعرف ولكن ما هو كيقول لك يعني بحال ديك الانسان كيكون مثلا كيكون ديك الحب من طرف من جانب واحد بحال انسان كيحب شي واحد اولا كيحب شي مرا غير هو ما مرا ما خرجتش شي حاجه هيدا وقع لهاد العائله هذا كيبغي ديك العائله صاب ربع عليها الولد عايشوج بها صاب داك كيخيرو انها عاد تكون مرا ديالو هذا هو السبب وكبر على هذه الحاجه هذه مع ملي صافي صافي 18 19 عام 20 عام وهادي ورجع عادي في الدار كيدخل رجع وحال اللي هو كيمكلب بالدار بالسخره بشي حاجه الا كيعيطوا له يركب شي جبوطه يركبها يمشي يتسخر يمشي للسوق من هادي مشي عند الدقه مشي خاصه شي دوك يعري عند البومبيه يركب هادي جيب هادي يعني رجع شي راه في الدار كيعتمدوا عليه في الدار ديني اكثر الديواني كيخدم كدا هادي كافلان جيب هادي افلان مشي جيب هاديك افلان كدا كان هو شي واحد من العائله يعني كتعاملوا معاه وتهلاو فيه ودبروا عليه وكشيوا وكدا يعني ما عاملين جهد متوسط حتى كتعرف الديوانيين تهلين في تبص على هو ولا يما يما كتعاون هيدا هو عاوتاني لقى شي واحد الدار ولكن هو العقليه ديالو مشات ان ديك العائله هذيك راه صافي راه تكون المراه ديالو الحيل ديالو كيخي صافي راه جوج عجوج بها فوق خاص تنهار شي يخطب ويعملوا هاد هذا هو المشكل هي الحقيقه الحقيقه تبص هي هاد ما كاين لا داعي للسرقه ولا حتى شي حاجه نهار اللي وقعت الجريمه اشن يوقع بالضبط اواخر ديال شهر 11/2010 هاد المرا الديواني وانت في الدار جات عند واحد السيده كتعرفهم ماشي ما هذا الولد هذا واحد السيده كتعرفهم جات عندهم وعلى عشيه جلسوا عند العشاء ما بعثيتو كيهضروا هو جا بحال دائما ضاق يفتحوا الباب كيدخل عاد شحال شي فرم العائله صافي يفتحوا الباب طالع في الدور طالع سمعهم كيهضروا القتل هضر نسى كيهضر مع بعثيتو اش كيقولوا هذيك المراه جات عند مرا الديواني كتقول لها بان فلان العائله فلان فلانيه راه كيقولوا خصهم يدوا بنتكم نبنو دابا سردوني شوار معاكم حتى كنتو باغيين تزوجوا بنتكم نبنو زعما صحاني يجوا يقوموا بالامور يمكن المعتاد للامور ديال الخطيبه اللي كيعملوا كدا امور رسميه ديالو خذوا هنا مثلا هي الاستشاره من عندهم زعما حتى كانوا موافقين هذيك الناس يجي امور ديالهم على الخطبه وكدا ثم نزيدو من عندكم انا كامل كنبغي شرع على شي معروف هذه هي الحقيقه هو القطر الهضره هذه لا هو كيحلم عايش ديك العائله عايش ديال جوزابك جو الله دابا ديك العائله كيخيرات راه قال لا عجوج بيه وقتلوا لي هي لا هو داكشي كامل كمنوا لا عجوج غير غير هو كيقول عجوج بيه بعقلو كدا تاع ما عارف وعاد هو كيعاودوا عليه كان الانسان كيحشم حشومي كيبان لك النوع ديال بنادم هذا هو بدو مرض هذا هو ماشي الحشومه هو الخجل والخجل في انواع عاوتاني الانسان مثلا كيقدرش يعبر على شي حاجه دائما الخجل كيخلي شي يعبر كيبقى يهضر مع راسو من داخل وكيقول له عقلك شويه كيهضر معاه وبدا كيثبت عليك شي حاجه ممكن حتى شي حاجه حتى النوع ديال هذا كيكون خطير كيبغي واحد الحاجه وما يقدرش يعبر عليها ولا يقولها وكيبقى يهضر مع نفسه وكيحسب داك الشيء كانه هو الواقع ربما اما كتخرج عليك يا ماشي امراض نفسيه ولا كتخرج عليه واما كيكون بحال يوقع لهذا الشخص هذا صافي طالع من الدور القصد ديك الهضره العائله كتسخطر هكذا وانا كنت عندي انا ديالي انا لا خدت بصار ما عرفتش مع عقلو صافي طلع تبدل ما بقاش هو هذاك الولد صافي كان فلان ما بقاش تخسر مره ديك النفسيه ديالو لعبت له عليه والنفس اماره بالسوء والشيطان والابليس ما كتعرفو ما تحكمش براسو ديك الساعه فهمتيني ولكن كيدخل هنا شنو كيدخل هنا كيدخل حتى الاصرار والترصد الانسان مثلا عمل ديك الحاجه في بال ديالو مثلا وصافي خطط شي حاجه يعمل كتسمى الاثار والترصد مشى الانسان مثلا ما فطنش بالغضب عمل شي حاجه تصبح في الجريمه ديال القاتل ولا شي حاجه واحد كيعقد كاين شي عايل ما كاينش عايل سابني يدير لك ضرب غير رجع سبب القتل في عشية اخر طحنت لا هذا لا هذيك اللحظه طلع من فوقي مع الدار كبيره السيفلي فوقي فوقي وكيطلع كما بغى عادي كان فرد من العائله طلع من فوقي وجلس كيخمم كيفاش كدا وكيجي يتنص عليهم كدا كيسمع الهضره عليا بصح
شنو غادي يعمل؟ صافي هذاك الشيطان ديالو قرارو الخطة شنو غادي تمشي غادي تعمل، مشى كوزينة جاب واحد الموس عملو على يدو، صافي غادي يعمل مشى طيح مكان الضو، طيح مكان الضو مع الضو مشى في الدار شكايش كاع الضو مشى الضو مشى فلانة فلانة قال أنا نعدلو الضو مشى بلاتي، أجا جا فلانة داك عندك العيلة إيش بان لي بومبية، العيلة طلعت ميتة. هو طافي الضو سلا طلعت عيني سلا عاد تبدا معايا جوج بومبيات عطيها لا عاد دير شي حاجة ما نعرفش مني طلع طلعت هو لا هو كيف عيط لا سمعت طلعت ربص مع الحاج مخبى مع سلات كيف طلعت كمش عليها ذبحة شي هذا قول دابا كتما دابا دخل في إصرار الترصد يعني يعني خطط يقتل صافي كيف ما خطط لأن دار مجرم خطير من بعد ذبحة خلا ردك عاكني ماها الحجة الحجة اجي اجي ما تعرف الضو مكيركل ما عارفش مني الله يرحمها اللي طلع طلع الحجة بجري طلع الحجة الحجة اسرة طلع الحجة بجري طلعت هو عارف نفس المنظر عاو قارم اذا ما حد مخبى عيريا طلعت هو يكمش عليا عاوتاني عاو قال ذبحة ساجد قتل قتلوا امرأة جلس كيخمم جلس كيخمم شنو غادي يعمل شنو غادي يعمل المرأة بقات جالسة 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 عيات جالسة خصها ما عرفتش مين كاين مع السلات قدبو عليا بدات كتعيط الحجة فلانية الحجة كدا الحجة كدا قال لها لا طلع طلع الله يرحم والديك الشريفة الحجة حقا سخفت شنو المشكل قال لها طلع الحجة طلع الحجة طلع الشريفة الله يرحم والديك طلع طلع ولدي الحجة حقا سخفت طلع طلع شبر معايا المرأة بوري اسمها الحجة سبطات كتجري تاهي عادي في مجرد طلعت كتجريك نفس الموقع نفس الخطة عاوتاني هي طلعت عاو كم تربط مخبى عيدا هي طلعت كمش عليها وبين حتايا بدون رحمة هذا ماشي يقتل واحدة ولا هذا راه قتل ثلاثة ديال الأنفوس وكلهم نساء وفي نفس الخطة نفس الخطة إذا هذا كيتعتبر مجرم خطير هذا أنا بحث بالبحث مع السلطات وبالبحث ربما عاد جمهور تاكلش جرائم قبلنا هادشي هذا بالمستحيل يكون تيجي يرتكب الجرائم لان ملي عنده هاد القوه وعنده هاد القلب هيدا يقدر يذبح الاولي والثاني والثالث اذا خطير هذا ما كاينش تخافش ليه هي الخطه هي الحقيقه ما كاينش يطلع يطلع يسرق او لا كدا وفطنوا باع ولا هادي لا هي خطه هي نحن ما سمعنا عند الناس اللي هو عاود لهم هيدا عاود لهم الناس هو عاود لهم هادشي على حقيقه عندني هذا هو السبب وقال لكم لوقا الجريمه قال لك كيهضر قال لك العصابه قال لك الجرائم قال لك ما عرفش منيح قال لك كذا السرقه كذا قصه هي اخطر من السرقه واخطر من العصابه واخطر من كل شيء هل اذا دخلت لدار وعايش في دار وكتاكل وتشرب وتكسر كان قريته مكتوب المكتوبه ديالو وكل شيء ديالو ان انه كذا تاع مكسيه هاد الجلاله هاد فاطمه هاد الحسن خير الديار هاد الديار هاد الديار والفلوس دبر عليه وديواني عاود كيقصر شي كيجي عاها هادي هادي فهمتيني والعائله عاود هي معاه حفظوا معاه اخر مره تيسوم يهضروا يضحكوا عادي والانسان شوف شنو في الراس ديالو كيخطط دابا حنا هضرنا غير اي جريمه كيف اما قبل جريمه تاع راكي شنو كان كيعمل المولى شنو كان كيعمل وما خفيه اعظم هنا اللي كنقول دابا حنا باش نعرف نستافدوا دابا في هذا الكلام هو دابا الانسان علاش كتدخل من عندكم شي واحد غريب من الدار ديالكم مهما يكون انسان اسره في الدار خصها تعرف شنو كتدخل الدار ديالها ما تدخلش شي واحد هكذا او حتى الحريه داخل خارج كان الدنيا هانيه تدخل وخرج كانك في غابه الرميله ما كان بغي يطلع لا طلع لا لا راه العاتبه والبوز ديال الناس راه عندهم عندهم واحد الحرمه الانسان يكون شحال واحد هو اللي كيخترق الحرمه لراسو هو اللي كيخلي الحرمه تخترقو لا كان بلا عارف محبه القصص تعرف شحال من القصص ديال الاسر اللي وقعوا من نفس المشكل ماشي من جرائم ديال القتل ولكن من جرائم ديال الاغتصاب وجرائم ديال السرقه وجرائم ديال اللي عاود ما تصورهاش بالعقليه ديالي شنو السبب هو الانسان دخلت عندك من الدار ولد عمي كيخدم في طنجه عم بيته معايا ولد خالتي كيخدم في المرسى انا نخلي بولي تيدبر فين يمشي كيوقع هادشي هذا كيوقع هادشي هذا شحال من واحد دابا كتجي مثلا الناس في اوروبا الجاليه ديالنا اللي في اوروبا كيشي شي واحد حارق من اوروبا حارق صار عندهم اوروبا كيقول لك الا مشيتي لاوروبا العائله ديالك ما تعرفكش والله يكذو يقول لك اجي عندنا وكذا هادي عندهم الحق عندهم الحق
يجي من عندهم عطينا حارق الدنيا كامله وقعت حنا بالعين ديالك ويدخلوك من عندهم وياكلوك ويشربهم ومن بعد يوقع شي مصيبه وكذا غادي تنتقم منهم ولا تقتلهم لان انت في الغربه والفلوس والو ما قدامش اولادي اولا تعطى على شي مخدرات ولا بقى خلف الامور ديال الفلس هذا هو السبب نعذرهم ما يدخلوش النادي من عندهم عندهم الحق عندهم الحق حركتي مشيتي لاوروبا ومشيت دبر على راسك اخاي تيتا دبر على راسك وتكون بخير عاد زور عائلتك زيارة عادية أما أنا نحرق مشي على عائلتي عندهم الحق يدخلوا بشي لأن هذا السبب كيف يعملوا يدخلوا بشحال مرة كتبان أخويا تجي في الطونوبيل مثلا في الخلا كتبان أخويا كيشير له بأوتو ستوب الله يوصلوا كيف غيش يركبوا عنده الحق ما يركبوا وجهي أش غيركبوا يركبوا ربما يكون عاو شي مجرم يقتلوا في الطريق ديالو اللي عنده هذا هو السبب بقات الثقة والخوف ما خافش عليه يما ضروري الإنسان خصو يخاف الاحتياط ديال فهاد الشيء هذا الإنسان مثلا انا عندي دخل عندي الدرجه عندي خاي يجي عندي مثلا عزري راجع عندي ضيف الله ياكل ويشرب وهادي فرح بين نهار بس راه صاحب شي الله عندي اطولش يبقى يتعشش معايا هنايا ولا هادي لا علاش هادشي اللي كيوقع هاكا تبرت الانسان ما هو خاك ما هو عبد عمك ما هو تاعجه هي ولد الجيران تاعك كيدخل يخرج شحال واحد شحال واحد قسم مرا كبيره بوبريه مجرد حر كيدخل يتسخر له ولاد راه ما غايبين في مدن ياخرين ولا في دول ياخرين وفلان هو كيقابل يما وكيدخل تحتنا كيقتلها وكيغبرها فين هي ما نعرف هذا مشكلة واش اللي كاين اخوتي شنو نطولوش عليكم نخليو شي حاجة المرة أخرى وحنا دائما كنهضرو غير العبرة والسلام أما الجرائم عندك ما تستافد من الجريمة وما الجريمة جريمة نفس الجرائم القتل فهو كيتحسب نفس القتل القتل واحد فهمتيني ولكن الوسائل والأهداف والروايات كتختلف فقط هادشي اللي كان أخوتي والسلام عليكم وشكرا.